هم يقولون إن الذي بشرنا به أحمد والذي جاء محمد. الجواب على ذلك من وجهين: الأول، هل تمنعون من تعدد الأسماء؟ اسمه أحمد واسمه محمد كلاهما ولا مانع. ثانيا، أن الله قال: فلما جاءهم بالبينات، فدل على أنه ليس هناك نبي منتظر. فلما جاءهم، وجاء في الماضي، يعني جاء بني إسرائيل أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.